And do you start not the last session in this day, but before the last session, by Professor Khalid Al-Hadidi, his talk about special type of diabetes. Where Professor Khalid Al-Hadidi didn't come yet? Oh, are you fine? Okay. Thank you, my professor. اولا سعيد بتواجدي في الاسكندريه والحمد لله الشتاء لحقناه الحمد لله وبحيي كل الاسكندريه استاذ دكتور فهمي طبعا على راس الاسكندريه وكل المؤتمر. My topic is special type of diabetes. يعني هنرجع للتاريخ سنه 21 كان كل الاسم هو diabetes, يعني كان الاسم سهل جدا وكان الجلوكوز هو اللي بيتقاس. في سنه 60 كان adult onset و juvenile onset, التقسيمه كانت كده, وفي كل ده كانت البرسنتج بريفالنت على مستوى العالم 1.5. بدانا نحط نون انسولين وانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس از ا ديسكريميشن ما بين واحد بيعتمد على الانسولين وواحد مش محتاج يعتمد على الانسولين. في سنه 90 بدات نشوف سب تايبس من الدايابيتس, كانت اللا دا او اللي هي الليت اوتو اميون دايابيتس ان ادلت. 2002 شالوا كلمه نون انسولين وانسولين وبدات تايب 2 وتايب 1, وبقى دلوقتي عيب حد يكتب نون انسولين وانسولين ديبندنت دايابيتس وبقى اسمه تايب 1 وتايب 2. لسه احنا عندنا مجموعات في الجري زون دول واللون الاخضر دول, دي مجموعات كانت في 2015 بدات تشد العالم لان الدايابيتس بدا يبقى بريك ثرو, وصلنا ل 7% بريفالنس على مستوى العالم. في 2020 ويعني دايما الكلاسيفيكيشن ثابته بقى لها مده, يعني في بالذات في الاي دي اي بيحطوا التايب 1 بالبيتا سيل ديستراكشن والتايب 2 بالبروجريسيف انسولين يعني ريزيستنت ومعاه انسولين سيكريتوري ديفكت ليتر اون زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي, والجستيشنال دايابيتس ميليتس والاذر سبيسيفيك تايب بجميع انواع. هي دي الكلاسيفيكيشن الرسميه للدايابيتس. انا عاوز اخدكم للعالم كله, حاطط الدايابيتس الى اللون الاحمر ده التايب 1 واللون الاصفر الشارع ده كله تايب 2, والحته اللي هنتكلم عليها في المحاضره النهارده هم المجموعه الرمادي اللي هم يمثلوا 5%. يبدو في الاول وهله ان هو رقم قليل, لكن 5% هنشوفه كلنا ولما تسمعوا التايبس. انا اخترت 3 منهم طبعا عشان نتكلم عليهم, ولكن هتجدوا ان انتوا بتشوفوهم. لما نحب نوصل للتوبيك ده لازم نرجع للـ WHO. WHO بصراحة فسرت الـ type of diabetes more specific عن الـ ADA. قالت الـ type 1 والـ type 2 طبعا على رأس القائمة, وفي type 1 and half. type 1 and half ده يشمل 3 حاجات, هم دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. هنتكلم عن اللادة, هنتكلم عن كيتوزس برون دايابيتس, وهنتكلم عن المودي. في انواع اخرى من الدايابيتس, وفي حاجه اسمها الان كلاسيفايد تايب اللي ولا عارف احطه كده ولا كده فبحطه في الان كلاسيفايد, والهايبر جلايسيميا اوف بريجننسي ده التقسيمه بتاعه الدايابيتس. اللادة عاوزين تو بي براكتيكال, انا مش عاوز نخش بقى في جينيتكس ونخش في, هخلينا حاجات براكتيكال تو ذا بوينت. نشوف ده بنشوفه في العيادات, بنشوفه في الاوت بيشنت, بتشوفه في الرعايات ولا لا. اللادة نعرفه ازاي؟ هو غالبا اغلب الظن بيبقى واحد سنه فوق ال 30 سنه بيبقى تايب 2 بس نان اوبيز, تلاقوه سليم او جود ويت. في الاول بيتظبط على نيوتريشن واكسرسايزز, دي علامات شهيره جدا للادة. بعد شويه العيان سكر ما بيتظبطش, نخش بدبل ثيرابي تريبل ثيرابي مش نافع مش نافع, بنخش في انسولين نلاقي حاجه غريبه جدا ان العيان بيحتاج انسولين ان شورت بيريود, ويبقى عنده اوتو انتي بودي بوزيتيف والسي بيبتايد بيبقى لو. الاثنين الكاركترستيك بتوع التايب 1, يعني عنده اوتو انتي بودي بوزيتيف وعنده السي بيبتايد اللي هي البيتا سيل فانكشن مش موجوده, فهم دول لو قسناهم هنجدهم متحققين. وهنجد سر كبير في المجموعه دي ان ما عندهمش فاميلي, هو اول جيله هو اللي ما كانش عندهم سكر وسموه المايلد اوتو اميون دايابيتس, ودلوقتي البريفالنس بتاعته 3 ل 12% من الدايابيتك اللي هم تايب 2 هم ار لادا. عشان نفهمها اكتر هنجد ان اللادة بيمش حاجه في النص ما بين التايب 1 والتايب 2. اللادة جزء منها الانتي بودي الشهيره اللي هي موجوده في تايب 1, جزء منها الاتش ال اي سبتيبيليتي اللي هي موجوده في التايب 1, لكن السي بيبتايد البريزيرفد في التايب 2 هتجدوا ان هو في الوسط ما بين ان هو لوست هنا وان هو موجود. الايدج ماشي مع التايب 2, الميتابوليك سيندروم كاركتر ماشي مع التايب 2, الانفلاماتوري بروسيس ماشي مع التايب 2. فاحنا كاننا بنحطه في الجزيره اللي ما بين التايب 1 والتايب 2. طيب
more details اكتر. ان التايب 1 بيبقى زي ما انتم شايفين التشايلد، وقدامها التايب 2 بيبقى في الادلت، هو في النص، هو ما بين الاثنين، لكن هو الكومن فوق السن ال 30. ان ده اكيوت، ده سلو سلو. الانسولين ريزيستنس طبعا متحققه هنا اكتر من المجموعتين دول. البيتا سيل ديس فانكشن زي ما انتم عارفين، البيتا سيل فانكشن لوست في التايب 1، وهي بيسموها يعني ايكويفوكال، لان بعد شويه العيان بيفقد في التايب 2. اما بالنسبه للعيان اللي ده زي ما حضراتكم شايفين هو مايلد ديكريز. البادي ماس اندكس بيبقى التايب 1 سليم او اندر ويت او نورمال ويت، اوفر ويت في التايب 2، لكن هنا بيبقى بين الاثنين. الميتابوليك سيندروم متحقق في التايب 2 مش متحقق في الاثنين التانيين قوي. علاجه غالبا وانس شخصته العيان هيمشي على دايت واكسرسايز، وده بتشوفوه في الكلينيك. العيان بيجي لك بيرسبوند للدايابيتس اورال، الانتي هايبرجلاسيميك اورال، شويه جاي بيصرخ انا سكري 300 400، ايه يا عم انت بتلخبط في الاكل، فنضغط عليه شويه ونقعد نديله شويه اكل، لان احنا في البراكتس عاده ما بنطلبش اوتو انتي بادي وسيبتايد از ا بيزك ليفل، بنطلبهم لما تبقى الدنيا معقده قوي. وغالبا بعد شويه بيخش في الجريد بتاع الدستراكشن كلاسيك بتاع التايب 2، بس بدري جدا، وغالبا بيحتاج مالتيبل ديلي انجكشن. فممكن يبقى العيان ده متشخص ان تايب 2، ونقول انه دخل خلال سنه 6 اشهر 8 اشهر اللي توتالي انسولين يوزرز، واحنا ما بنبقاش حتى ممكن حاطين له لاده، لكن هو لاده في الاخر ات ذا اند اوف ذا داي. الكيتوزيس برون تايب 2 دايابيتس، الكيتوزيس برون تايب 2 دايابيتس ده تاني واحد في المجموعه اللي بتكلم عليه. ده عيان كلاسيك جدا يخش الرعايه بي دايابيتك كيتو اسيدوزس. الدايابيتك كيتو اسيدوزس تبقى عنيفه جدا، بس ملهاش بريستاتيك فاكتور، يعني مفيش مايوكارديال انفاركشن، مفيش اي حاجه. وبعد شويه العيان خرج على الانسولين، اسبوعين ثلاثه بيكلموك العيان هايبوز، قلل 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 الجرعه، قلل الجرعه لغايه ما بياخد حاجات مينيمال، والعيان يمشي على اورال. بعد كده كنا زمان العيان اللي يخش او الكانديديت اللي يخش في امتحان الدكتوراه يقول لنا العيان التايب 2 ده دايابيتك كيتوزس كان يسقط. ففي ناس سقطت كتير اونط، لانه في تايب اسمه كيتوزس برون دايابيتس، عيان يظهر كانه تايب 2 وهذا الظهور يختفي بعد شويه، والعيان ما بيحتاجش انسولين وبيقلب على الاورال. فكان اللاده هو الميرور بتاع الكيتوزس، يعني اللاده مبتدي كانه تايب 2 بعدين قلب انسولين، اما الكيتوزس من اسمه كيتوزس برون تايب 2. ده اول ما اتشهر، اتشهر في مقاطعه في امريكا، ربنا يجعل كلامنا خفيف على ترامب النهارده. الكلينيكال كورسز بتاعته او الكلينيكال اللي احنا نقدر نلقط بيه العيان ده، في بعض الافريكان امريكان اللي هو احنا جزء من افريكانز، نيولي دايجنوز دايابيتس بيبقى اوبيز شويه، فاميلي هيستوري اوف تايب 2، واهم حاجه ان عنده نيجاتيف اوتو انتي بودي بجميع انواعها. في حاجه ثانيه هنقولها ليتر اون. ده تقسيمه عشان يقسموا البراكتس بتاعت العيانين، اللي هو الاي بي سيستم، الاي فور اوتو انتي بوديز، البي فور بيتا سيل فانكشن بالسي بيبتايد. يبقى انا هقيس الجاد انتي بودي دي عشان الاي، وهقيس الانسولين ليفل عشان البي بي فانكشن. فوجدوا في ستادي شهيره زي دي ان العيانين اللي هم كانوا اي نيجاتيف وبي بوزيتيف 50% دول كيتوزس برون. يبقى هو مش نادر قوي زي ما احنا متخيلين، هو بيعدي بس في السكه. عيان بيخش المستشفى بشويه اسيتون ويتشخص انه تايب 1 ويخرج على الانسولين، وهو العيان يعني في كده مقوله شهيره، العيان اللي بيتساب لوحده كده من غير ما ننخور وراه غالبا بيعدي. فهو غالبا العيان كده، العيان كان كيتوزس وكان بيتشخص انه تايب 1، وشويه بقى الهايبوجلاسيميا. هو نفسه العيان ساعات كتير بيبطل ويقول لك انا بطلت وبقيت كويس، فانت بتكتشف انه لا ده شكله تايب 2. نفس القصه والسيناريو. واما بقى لو كان ايه بوزيتيف بي بوزيتيف، يعني في معاه انتي بودي ومعاه بيتا سيل، في الحاله زي دي بتبقى لاده. لو الكلاسيك تايب 1 اللي هو يبقى كل حاجه نيجاتيف، عنده اي بوزيتيف وبي نيجاتيف، ده غالبا بيبقى تشخص تايب 1. التايب 2 اللي هو بيبقى عنده اي نيجاتيف وعنده بيتا بوزيتيف. فبالتالي دي تقسيمه العيان او الهوموجينسني، فبداوا يسموها الاي بي سيستم، ودي اللي بقت تقول لنا نعالج العيان ازاي. فالعيان ده بيتعالج اكيوتلي كانه تايب 1 في الاول، وبعدين شورتلي تلاقي العيان اوف انسولين بامب ومش محتاج انسولين، بياخد على بيزل بولس. بعد شويه لونج تيرم العيان ده بياخد اورال. دي المانوفر اللي نشخص بيها. الفاستنج انسولين بيبتايد لو اقل من 1 نانو جرام، ده معناها ان البيتا سيل فانكشن ار لوست. لو اكتر من 1 معناها البيتا سيل فانكشن بريزيرفد. يبقى انا بقيس الفاستنج سي بيبتايد، مش محتاج فاستنج انسولين والكلام ده. فاستنج سي بيبتايد في معمل كويس يجب بكل الخطوات بتاعه الفاستنج والسي بيبتايد، ومش محتاجين لا فاستنج ولا بوست براندي، هو جاست فاستنج سي بيبتايد. لو الفاستنج سي بيبتايد اقل من 1 يبقى ده مفيش بيتا سيل فانكشن، جو فور انسولين. لو اكتر من 1
هيبقى بي بوزيتيف. في جلوكاجون ستيميوليشن ما بنشتغلش بيها كتير في مصر، هي موجوده اكتر في امريكا. جلوكاجون بنديه ونشوف ناسس البيتا سيل فانكشن، لو اقل من 1.5 ستيميوليتد دي هتبقى البي نيجاتيف، يعني ما عندوش بيتا سيل فانكشن. لو السي بيبتايد طلع اكتر من 1.5 بعد ما اديت الجلوكاجون دي تؤدي الى بي بوزيتيف. هتفرق في المانجمنت؟ اه. لو واحد عنده ان بي نيجاتيف يعني ما عندوش اي سي بيبتايد، سواء بقى عنده اوتو انتيبادي او ما عندوش، لازم هياخد انسولين. ما هو ما عندوش اصلا سي بيبتايد، ما عندوش انسولين، انتيبادي موجوده او مش موجوده مش هتفرق في المانجمنت. اي حد عنده بي نيجاتيف او سي بيبتايد لو اقل من 1، جو فور انسولين. هيظل المجموعتين دول، المجموعه اللي هي بي بوزيتيف سواء كان اي نيجاتيف ولا اي بوزيتيف، لو كانت هي اي نيجاتيف هنمشي معاها كانها تايب 2. ده هيفضل معانا الديبيت، نعمل له بقى ال HLA سيستم او نعمل له ترايل اند ايرور المصري الشهيره اللي احنا بنشتغل بيها، ندي له انسولين في الاول ولا نا كنترول نجرب ننقل على اورال تريتمنت. خلينا نخش على المودي. كلنا عارفين المودي نتيجه ديفكت في الجين بتاع الجلوكوز فانكشنينج على مستوى البيتا سيل. طبعا طريق طويل من اول الهيباتوسايت نيوكلير فاكتورز والجلوكوكاينيز، انواع كتير من مودي 1 و2، صفصطه علميه ليس لها محل من الاعراب حاليا، لكن عاوزين نعرفه ازاي. بس هو ده اللي يهمني، هو بيشبه التايب 1 في بيشبه التايب 1، لكن ايه اللي اجينست التايب 1؟ ان عنده نيجاتيف اوتو انتي بودي. الحاجه الثانيه ان عنده سي بيبتايد عالي، ده اللي مش ماشي مع تايب 1. هو تايب 2 لكن مش ماشي مع تايب 2 ان وزنه كويس، فبالتالي ما عندوش انسولين ريزيستنس، وان الفاميلي هيستوري بتاعه كذا سكسيسيف عيله، تلاقي الجد العم كلهم جالهم السكر في سن 35 30، دي حاجه سكسيسيف ايرلي بريزنتيشن اوف دايابيتس ان سكسيسيف فاميلي، يعني يسموها خط القطر. يعني دي مواصفات المودي. وبعد كده بيبقى معاهم بانكرياتيك انسفيشنسي، معاهم ساعات رينال سيست موجود. التريتمنت حسب التايبس، وفي الاخر حسب الطريقه المصري في الترايل تدي العلاج الامن للعيان، وبعد كده هتجد الطريق ياخدك. يعني مثلا المودي 3-1 غالبا بياخد سلفونيلوريا وبياخد اورال. الجلوكوكاينيز تايب غالبا بيحتاج ما بيحتاجش تريتمنت، بعد المودي بتحتاج انسولين. طب لو جالي حاجه كده سلسه كده بيسموها الزيتونه بقى، واحد سنه صغير اقل من 25، لو هو اقل من 6 اشهر غالبا بيفكر في نيونيتل. لو هو obese وانسولين ريزيستنس وعنده نيجاتيف انتي بودي بتفكر في تايب 2. لو هو عنده اكيوت اونست كيتوزيس ونون obese وعنده انسولين ديفيشنسي ان ذا فورم اوف سي بيبتايد لو، عملت له اوتو انتي بودي، انت بتتكلم في تايب 1. طب وما عدا ذلك الاثنين التانيين هو المودي بكل ما كاركترز احنا قلنا. في شويه حاجات بتخلي العيان يبقى رابيدلي بروجريشن تو دايابيت، السن الصغير والانكريز الويت والال دي ال از ماركر، ده في البري دايابيتس لدايابيتس. الدايابيتك نفسهم الويت جين والجلوكوز والاي 1 سي ات ذا بيجنينج، العيان اللي جاي لك باي 1 سي 13 في البدايه ده ريسكي جدا. اليونجر ايج اللي عنده ليبيدز ان ذا فورم اوف لو اتش دي ال اند ريزد تريجلسرايد، دول كلهم عيانين سسبتبل تو بروجريشن. ايه الحاجات اللي انا اقدر افرمل بيها؟ اظبط السكر، اظبط الليبيد، اظبط الويت، واصلح الانفلاماتوري اند برودكتس. دي الزتونه بتاعت كل معامل الدايابيتس. انا اجد انها كلها في العالم كله لا يلجأوا ليها، احنا في مصر وي ار يوز ات تو ماتش، لكن هذا لا يمنع ان لو انت هتطلب حاجه اطلب السي بيبتايد فقط عشان البيتا سيل فانكشن، واطلب الجاد عشان تحدد اذا كان في انتي بودي. فقالوا السي بيبتايد ده فايدته عشان يحدد لك اللاده من التايب 1 وكده. الزنك ترانسبورتر ده يعني موست كومنلي اكتر ثيوريتيكال، والانسولين او الانسولينوما اسوشيتد انتيجين 2 انسولين انتي بودي برضو بتفرق التايب 1 والتايب 2 من اللاده. لكن المهم عندي هو الجاد 65، ده الموست ابليكابل وموجود في المعامل المصريه كلها، وده سبيسيفيكلي كمان بيورينا اللاده. الجينيتك ماركر لسه متاخرين فيها شويه، وهي مهمه جدا في حالات المودي. دي ليف، دكتور ليف في كندا عامل ستادي كبيره جدا بقاله 3 سنين. احنا كنا في مصر هنحاول نخش معاه في التيم اللي هيعملها في مصر، بس لقينا الاكسبنسز عاليه جدا، وعشان نعمل جينيتك ماركر للعيانين المصريين كانت تكلفه وكانت محتاجه حاجه قوميه كده. المهم يعني ليف ده رايه ان السكر مش هيبقى تايب 1 وتايب 2. هتبخني عشان الكاميرا حاضر. التايب 1 والتايب 2 كله هيختفي، وهيبقى القصه قصه ايه؟ قصه مايلد ايج ريليتد دايابيتس، ده تقريبا 40%،
ومايلد اوبيزيتي ريليتد دايابيتس، هيبقى تقسيمه الدايابيتس كده، هل هو ماي هيبقى اسمه مارد في الاخر، مش هتقول تايب 1 وتايب 2 والقصص دي خالص، هيبقى الدايابيتس تقسيمته مايلد ايج ريليتد، مايلد اوبيزيتي ريليتد، وثلاثه سيفير، سيفير انسولين ديفيشنت وده كانه تايب 1، وسيفيل انسولين ريزيستنت كانه تايب 2، وما بينهما اللي هو اللادا وما شابه سيفير اوتو اميون دايابيتس. يبقى التقسيمه الجديده هتبقى هي دي، مش هيبقى فيه تايب 1 وتايب 2. ده الديبيت او البريك ثرو في السبيشال تايب اوف دايابيتس، ودي ليها فينوتايبس. انا بس حبيت اوريكم ان الموضوع كبير مش قليل، وعليه ستاديز بداوا يعملوه، دكتور ليف بداوا يعملوا ديسيمينيت ده في كل جامعات العالم، بداوا يعملوه، احنا لسه وي ار لاجنج ان احنا نخش معاه. دي حته تجميعه لكل المحاضره. انا يهمني تايب 2 تايب 1 تايب 1 ار فيري كومن، لكن عندنا 5% من المحاضره النهارده بنشوفهم في عاداتنا، بنشوف المودي او المونوجينيك دايابيتس، بنشوف الكيتوزيس برون دايابيتس، بنشوف اللادا او الليتنت اوتو اميون دايابيتس. المود اوف انهيرتنس يعني باين قوي، اللي بالاثنين اللي بالاحمر دول هيبقوا مع بعض بولجينيك وانفايرمنتال. التايب 1 زيه زي الكيتوزيس بيبقى بولجينيك ومعاه اتش ال اي سيستم، طبعا المونوجينيك بيبقى مونوجينيك انهيرتنس. الايدج اوف بريزنتيشن عشان نفرق التايب 2 في اي سن، لكن معظمه ادلتهود، ونفس القصه في الكيتوزيس برون دايابيتس لكن معظمه ادلتهود، لكن التايب 1 واللادا الاثنين ار يونج. المونوجينيك اولسو ار يونج، اقل من 25 لكن اللادا فوق ال 30. البنتريشن اللي يهمني ان البنتريشن في المونوجينيك ار فيري هاي، بيوصل لعائلات كبيره جدا. زي ما حضراتكم عارفين التايب 1 بيبقى انكمبليت، لكن التايب 2 هو سكند انهيرتنس بعد المونوجينيك. طبعا شكل البودي هابتنس مش يعني مش محتاج كلام، الاوبيزيتي يبقى تايب 2، والنورمال ويت او النون اوبيز بيبقوا تايب 1. الاثنيسيتي زي ما احنا قلنا ان الكيتوزيس ليه اثنيسيتي مشهوره جدا، وده سبب اكتشافه في امريكا. كانت في مقاطعه شهيره هي تسمى عليها الدايابيتس في الاول، وبعد كده بدا يتعرف انه موجود في كل العالم. البيتا سيل انتي بودي زي ما احنا قلنا، البيتا سيل اللي هي الجاد انتي بودي 10% او 10 اس كذا في التايب 2، نسبه حدوثها قليله جدا، لكن في التايب 1 85. المودي تقريبا ما فيش، الكيتوزيس برون 30 تقريبا، لكن 100 في حالات اللادا. يبقى الجاد هتشخص لك تايب 1 وهتشخص لك اللادا. الفيرست لاين ثيرابي بيفرق معانا، بيفرق ان تايب 2 طبعا وي ار جو تو ذا الجوريزم، زي ما احنا عارفين الالجوريزم الكلاسيكي. تايب 1 بنعالجه بانسولين. المونوجينيك او المودي احنا عارفين اكوردنج تو ذا تايب، بس هنقول انه ده اكوردنج تو ذا تراير اند ايرور، يعني انا هجو فور ثيرابي لو العيان مدي على تايب 1 هبتدي بانسولين، اند ليتر اون اي ويل جو تو ان انا اقلب على اورال لو لقيت العيان هايبوجلايسيميك. لكن لو انا عندي جين كونسلنج، احنا لما بنحضر حاجه في ريسيرشز بره عندهم الجينيتك دي واخده جزء كبير جدا من المحاضرات، وبيبقى في تايبس اوف جين، ولما بيقدموا حالات كمان بيقدموا حاله الجين طلع فيها كذا وشكله كذا والكسره كانت فين قصة كده. دي بتورينا المودي. الكيتوزيس برون دايابيتس زي ما احنا قلنا، ده عيان في الاول خالص اول ما بيخش كانه تايب 1، بياخد انسولين، بنعلق له فلويد وبندي له الالكترولايت سبورت لو محتاج. غالبا البي اتش بتاعه ما بيبقاش سيفير للاسيدوزيس، ما بيحتاجش بايكارب غالبا. هتلاقوا العيان بتحسن جدا على غير العاده، النايب بيقول لك العيان ده تحسن، انا مستغرب اتحسن ازاي، العيان خرج بانسولين، خد البيزل بولس بتاعه غالبا، بعد شويه بدا يكلمك انا بهبط، بدانا نقلل الرابيد اكتنج، وبعدين بنقلل البيزل، بعد شويه يا العيان هو بيبطل من نفسه، يا بدا يخش في هايبوز وبيكلمك طب وقف، طب انا وقفت فعلا، فبنكتشف ان هو كيتوزيس برون دايابيتس. اللادا زي ما احنا قلنا هو عيان شفته انت شخصته كانه تايب 2 وقعدت تديله قراص والدنيا مشيت كويس والراجل سكره اتظبط، بعد شويه لقيت العيان السكر بيعلى جدا فيري اجريسيفلي، بتبتدي تدخل له بيزل، ما نفعتش البيزل، بندخل له بيزل رابيد اكتنج انسولين، وبالتالي العيان بتشخص انه لادا. ثانك يو، شكرا بروفيسور خير.